واتخذ قرار إلغاء الامتحانات النهائية. درجات امتحان نصف السنة هي البديل لمرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط، ليس حلا مثاليا لبعض الطلبة، فمدارس المدن الجنوبية شهدت إضرابا بداية هذا العام الدراسي امتد أشهرا، فانعكس ذلك على نتائج الطلبة في امتحانات نصف السنة. المدارس اللي استمرت طبعا هذه من استحقاقها أخذت النجاح، أما الغير مستمرة أما يحتسب لهم بدرجات حسب الفصل الأول أو يؤخذ المرحلة القبلها، المرحلة القبلها، لأن هذه المدرسة ما داومت، ما امتحنت نص سنة، داومت يمكن أقل الشهر. عقيل وابنه جعفر جاءوا لتسلم النتيجة. السنة الدراسية هذه يراها عقيل متذبذبة منذ بدايتها. قرار إلغاء الامتحانات ربما يوفر فرصة لنجاح بعض الطلبة، وآخرون يرونه غير منصف. حتما أكو طلاب راح يكونوا متضررين، طلبة بمستوياتهم، أكو طالب يعول على الامتحان النهائي يذبح لا عنده عطلة، هذا راح يأثر عليه يعني بهواي مواد، فمثلا إذا نجح هسه في المراحل القادمة راح يصير عليه ثقل بالمواد، يعني كل ما يدرس ما راح يفهم يعني مثل المادة اللي فهمها بالثالث متوسط، يعني بالثالث متوسط مرحلة مهمة جدا. قد لا يخلو القرار من جانب مشرق، إذ بإمكان التلاميذ إعادة الامتحان بالمواد الدراسية بغض النظر عن عددها. أن الطالب يحق له أداء كل الامتحانات، لأنه استخدم نظام الإعادة بالنسبة لبقية الدروس. الإرباك الكبير الذي عاشه قطاع التعليم هذا العام وضع القائمين عليه أمام خيارات صعبة، فرضت عليهم اتخاذ إجراءات قالوا إنها ضرورية في ظل استمرار جائحة كورونا. قرار إلغاء الامتحانات النهائية واعتماد درجة امتحان نصف السنة لمرحلة السادس الابتدائي والثالث المتوسط قد لا يكون مقبولا لدى كثير من الطلاب الذين لم يحققوا المعدل المطلوب، خاصة في بعض المدارس التي كانت مضربة عن الدوام في بداية هذا العام. مازن الطيار، العربي.